خلاص يا كاميليا، خلاص يا بنتي، معلش اهدى. اهدى يا كاميليا، ما تعملش نفسك كده. انا غلطان، غلطان اني بعتك تغطي موضوع زي ده. بس بصراحة بقى ما كنتش اعرف ان المتحرشين بقوا من نفسهم حلوة الدرجة دي. انا ما كنتش قادر اتخيل ان الانحلال يوصل للمرحلة دي. دول عيال اولاد الادب، لو ايه يا فندم بسرعة جدا. انا ما بقتش قادر الحق على ده ولا ده ولا ده. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش معلش يا كاميليا، التجربة الميدانية برضو بتبقى مهمة جدا للصحفي علشان يتعايش مع القضية ويتثقل. وبيتهيألي يا كاميليا إنك النهاردة اتثقلت كويس أوي. اتثقلت يا فندم، اتثقلت جدا. مساء الخير يا جماعة. أهلا وسهلا. إزيك علي؟ أيوه كده تمام، كده تمام. مبروك يا كاميليا. مبروك. بقول لك إيه، عايزك تقعد انت وزمايلك تاخدوا اقوال كاميليا، قصدي تسمعوا الحكايه كويس قوي، علشان عايزين ناخد الحكايه دي كامله ننشرها، لان انا متاكد انها لما هتتنشر هتكسر الدنيا. بص يا كاميليا، انا شخصيا هكتب عن التحرش منذ ايام الزمن الجميل. يا سلام، الله يرحمك يا عماد يا حمدي. ازيك يا لينا؟ كان المتحرش أقصى حاجة يعملها لما يخش يقول أنت يا جميل، وهي تبص له تقول له يا سم، وصولا إلى مأساة كاميليا. أنا ما لحقتش أقول يا سم، ما لحقتش أقول يا سم. وأنا هكتب عن تأثير الشيفون والفيزون في تطور التحرش. شباب معذور برضه لما يشوف هدوم زي دي، ولا النت ولا الأفلام، يعني مش يعرف الفرق بين مؤدبة واللي مش مؤدبة، ويقعد يتجنن ويسخن، وبعدين يتسعر فجأة ويجرب معي واحدة زي كاميليا. وأنا بصفتي محرر صفحة النجوم هكتب عن المخرجين والمنتجين اللي بيعملوا كده. أصل يا جماعة، المشكلة مش مشكلة شباب غضبان ويائس أو حتى ما ترباش، المشكلة مشكلة نوع، راجل وست، حتى لو كانت ست دي كاميليا. أنا بقى هتكلم عن ظاهرة تحرش الرؤساء بمرؤوسينهم. أصل في مسؤولين كبار في الصحافة، لا مؤاخذة يعني يا جميل، يعني واخدين موضوع التحرش ده وكأنه من حق رئيس العمل. ده غير بقى إن يعني البنات اللي بتشتغل في المصانع والمحلات، الظاهر إن قبول التحرش ده بقى من شروط العمل. إيه؟ إيه؟ إيه أنتِ؟ أنتوا هتعملوا عليا حفلة وهتاكلوا كل التورتة وأنا مش هكتب حاجة خالص؟ هيتحرش بيا بس؟ يا سلام يا كاميليا، اخيرا بعد السنين دي كلها اشتغلتي وشغلتي القسم كله، والله الف مبروك. انت من حقك اجازه على فكره، اجازه تستريحي وتستجمي فيها. بس تفتكروا يا جماعه، انجي لما هتكتب في الموضوع ده في عمودها الساخر هتكتب من انهي زاويه؟ لا ما تقلقش، انجي عندها موضوع مهم جدا في البيت هتكتب عنه. يا ريت يا جماعه بقى بالمناسبه السعيده دي ناخد صورة مع كاميليا المتحرش فيها عشان تبقى ذكرى. يلا 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 يا جميل، يلا يا استاذ جميل، يلا يا استاذ اسماعيل. سيلفي سيلفي. بس ادي الحكاية كلها، اتصرف ازاي بقى انا دلوقتي؟ والله الحقيقة بقى علي جوزك عنده حق، مش مفروض ابدا تسمحي ان الولد ده يبات عندكم تاني في البيت. ايوه بس كده ام معلش هتنفذ تهديدها وتسيبني وتمشي. طب انا عندي فكره، ايه رايك بقى لو تبعتي الواد ده عند باباكي في العزبه، يقعد هناك يومين ثلاثه كده مستخبي، ولما الامور تهدى يرجع. ايوه بس لازم يروح القسم الاول يعترف على الولاد دول، وكده يبقى موقفه سليم، هيعتبروه شاهد. طب هم اهل الحته هيسيبوه ينزل من عندي كده؟ أنا خايفة يعملوا فيه حاجة. أهل الحتة دلوقتي مشغولين في المحضر اللي بيعملوه في القسم، وأنت عارفة اسمها إيه بدري. She's so vulgar. طلبتني في التليفون وقالت لي أروح. أنا قلت لها ما أقدرش أبداً، قولولي تعبان من إمبارح. وبعدين أنا عندي رأي برضه، لازم تبعتيه عند أبوكي في العزبة. يعني أنا في رأيكوا كده مبقاش بتخلى عن قضية المرأة؟ أصل أنا بصراحة بتوع التحرش ده فارسني من زمان، كان نفسي في متحرش يقع تحت ايدي كده عشان افش فيه غلي. تفشي؟ يا ريت تجيبي لي ادويه الضغط العالي والواطي وحبوب منع الحمل. بصي بقى، انت تبعتيه عند باباكي في العزبه وتوصي عليه مامتك،
هو بقى يا حبة عيني مش هيستحمل يومين وهيرجع مصر ويسلم نفسه بنفسه. تصدقي فكرة؟ اتفضل يا عليش، دي شوية هدوم من بتوع علي بس جداد وزي الفل. ربنا يخليك يا ست انجي، يا أميرة يا بنت القمرة. أنا مش شاكر يا ست انجي، روح يا رب. لا يا رب ما وقعك في ضيقة يا رب، يعني وديك الصحة. بس النبي لو شوية كالسونات من بتوع الأستاذ علي. أنا أسف. كالسونات إيه؟ خلصونا بقى، زمانهم راجعين من الاسم. يلا شغلوا شوية، شغلوا. مين اللي على الباب؟ أكيد مش علي، أكيد مش علي. لا يمكن البوابة ولا حاجة. اداله شوية كده، اداله. اهلا يا حبيبتي، اهلا اهلا اهلا. اتفضلوا. انت ايه اللي جابك بسرعه كده؟ خلصتوا على الاسم يا اختي؟ مش تستنى ما ناخد نفسنا. انت يا اختي واخدانا على حمك كده ليه؟ خدي. اهلا اهلا يا هبه يا حبيبتي. ازيك يا اسراء؟ قلبي عندك يا حبيبتي. والله كنت عايزاكي معاكوا الاسم بس اتشغلت مع الولاد شويه. لا يا حبيبتي ولا يهمك، ما الست كمان يا صاحبتك قامت بالواد. شوفي بقى يا ست انجي، احنا طول عمرنا جيران وعشره عم. لو يا اختي عايزه العشره دي تدوم تقولي لصاحبتك ما تجيبش سيرتنا في الجورنال. يا اختي مش عايزين فضايا. لا حبيبتي، كاميليا؟ كاميليا ايه والجورنال ايه؟ لا كاميليا ما بتكتبش غير في الطبيخ، وما بتتحركش من الجرنان ابدا. اهي اختي سابته بقى على حظنا. وجت يا اختي النهارده الاسم وقعدت تاخد اخبار. وسي شعبان جوزي حالف لو شاف الواد ده يا اختي هيجيب مصارينه كده، هيجيب مصارينه. وانا يا اختي مش عارفه اعمل ايه، واتجنن بقى ابعد عنك. اتجنن لما عرف ان كمان سيرتنا هتيجي في الجرانين وهنتفضح. لا فضيحه ليه بس يا هبه يا حبيبتي؟ هي البنت اللي كانت اتحرشت بيه ابدا. وبعدين ممكن يبقى الولد مثلا مظلوم. طبعا صح. وممكن كمان يكون صحابه هم اللي عملوا كده وهو اتاخد في الرجلين. ايوه بالظبط زي ما انت قلتي، في الرجلين. يا اختي انت وهي اللي بتقولوا ده، هو مين ده يا اختي اللي اتاخد في الرجلين؟ لا يا طنط، هو كان واقف وبيضحك حتى بالاماره شبه الواد اللي واقف ورا حضرتك ده. هو يا ماما ابوك اسود ده عادي. هو اللي انت يا بنت يا اسراء. ايوه يا ماما هو ده. اصحاب ما هو ده انت سند الصالة. تعالى لي ده، انت هتشوف انا هعمل فيك ايه. كلمي الاسعاف يا ست انجي. بقى انت تعمل كده بنت المعلم شعبان؟ كلموا المعلم شعبان. نزلي ايدي. حاضر. انت هتعمل ايه؟ احكي لي بالظبط وبكل دقه يا كوكو، كل واحد في الميكروباص كانت ايده فين؟ جرايا علي، بقولك عملوا عليا حفله. اوصف لك ايه بالظبط يا علي؟ عيب يا علي، يعني راعي مشاعري المجروحه. ايوه يعني السواق مثلا. ثانيه واحده، دي انجي. ايوه يا انجي. ايه؟ طب اهدي بس، اهدي يا انجي. يا نهار اسود، وشعبان طالع. طب بص يا انجي، صوري يا انجي على قد ما تقدري، انا جاي على طول. في ايه علي؟ خلاص يا كوكو، مش هتتجرسي في الجرايد لوحدك. استني ثانيه واحده. الو، مكتب مساعد وزير الداخليه، لو سمحت قول له علي الطيب. الو، ايوه يا مراد بيه. ازيك يا فندم؟ مشتاقين لسيادتك يا فندم. والله كنت محتاج سيادتك عندي في البيت. لا مش على الغدا سيادتك، النهارده مفيش غدا، النهارده في تحرش. طيب انا منتظر سعادتك يا فندم. ايه ده، هما تحرشوا بانجي كمان؟ لا هحكي لك بعدين.